النحاس وانت في وسط املاك ديال الناس، ماشي جينا حطينا في الواد حنا ورحنا جداتنا الحمله ورحنا زعما رحنا مساهمين في المشكل، لا هادشي هذا راه ما كاينش، حنا بعادين على الواد بواحد المسافه كبيره. وصل لي داكشي راه هي لامان، هادشي راه تشوفوا هادشي في الواقع راه غريب، راه حنا براسكم نتوما تال الجريده ديالكم يعني راه حنا عطيناكم الصور وعطيناكم راه كارثه. 3 متر ديال العلو، عندنا واحد البيت حدايا فيه 3 متر في بقات فيه 20 سنتيم، 3 متر ديال العلو وجايه على 400 متر ولا 500 متر ديال الارض، هادشي راه كارثي، هادشي هذا راه بحال التسونامي اللي كنا كنسمعوا ما عرفت فين ولا فاش. ذاك العام وقع مشكل في شفشاون ونخرجوا الدوله كلها خرجت كتهضر، واش هاد الناس هادو هنا ماشي مواطنين؟ واش هاد الجهه هنا ديال فاس يعني ولا الناس ديال حنا اللي محسوبين على مول يعقوب ولا على محسوبين على فاس؟ هادشي راه غريب. بقات سيدي حرازم يعني راه قريبه على فاس، كاين سكان، كاين ناس تما فلاحه، كاين ناس عندهم درا، كاين ناس عندهم كتيبه، كاين عندهم ولاد صغار، كاين عندهم تراكتورات، عندهم بومبات البيار مشاو، مول الفيرما اللي كنت معاها انا وقع له كوارث تاهو، مشاو له بيار، مشاو له بومبات، مشاو له اشجار ديالو، مشاو له غرياجات، داكشي غريب، غريب غريب. دابا عين المكان دابا كاين فيه كيلومتر تقريبا يعني كيلومتر يعني مربع، يعني جا ندير كيلومتر على كيلومتر كدا شي راه كارثه، كارثه. الما وصل الشجره في 2 متر، الشجره كتحيد المجدر ديالها، الحيوانات ديالنا حنا ضاعت. ولا ورد فعل واحد، غير واحد يجي يقول لك اخويا راه حنا كندرسوا لكم الاشكال ديالكم المتضررين، نقدروا ندير لكم حلول وحده اخرى بديله، نعوضكم جزء من الخسائر ولا خسائر ولا نعوضكم في رزقكم ولا، ما كاين حتى واحد، سكات كلشي ساكت، يعني حنا بحال اللي مواطنين من درجه ثانيه. عيب عيب هادشي هذا، عيب اقسم بالله لا عيب، اثر هادشي هذا في قلبنا، يعني فشلنا فشلنا يعني عرفت شنو فشلنا، ما كليناش هذه 4 ايام ولا 5 ايام، ما كنعسوش، ما تقبلناش الوضع بهذه الطريقه هذه هكا، يموت لنا النحل بطريقه يعني طبيعيه نقدروا نتقبلوها، ولكن بهذه الطريقه هذه يكون فعل فاعل واحد ما درسش الدراسات ديالو مضبوطه، عارف عنده سد شحال فيه الحموله، عارف شحال كيستوعب، عارف كميه الامطار اللي غتنزل، عنده ارصاد جويه، عنده كل شيء، عنده تقنيين، عنده مهندسين، ويعلمني في 11 و4 ديال الليل، 11 و4 ديال الليل ماشي اعلام، هذا ماشي اعلام، هذا استهتار بالاملاك ديال الناس وبالارواح المواطنين وبكل شيء. انا عاون السلطه لقاني تما مع 4 قسمين ولا قل تولوت، فاش دازت قبل منها 10 دقائق الحمله ما قاليش راح حنا طالقين سد ولا، كيقول لي غير واش الماء طلع ولا مازال ما طلعش، فهمتي؟ وحنا بالطوموبيل ديالنا تما يعني كنغامروا براسنا، يعني خرجت 10 دقائق العساس كيقول لي راه وقعت كارثه هنا موراك. في الصباح كنجي الخلايا اللي بقاو لي تما انا والنحال اللي كان جنبي هو السي العطار، كارثي داكشي كارثي، ما لقينا ولو خليه وحده حيه، ولو وحده يعني لقينا 20 صندوق ولا 25 صندوق خاويه، مشاو المحل اللي كان فيها كاملين والباقي كلشي داه الواد. شنو المطالب ديالنا؟ المطالب ديالنا يعني على الاقل يجيو يشوفوا الاضرار اللي وقعتنا، يشوفوا عدد الخلايا اللي مشاو لنا، واش كاين شي تعويض ولا ما كاينش، واش كاين، حنا مواطنين يعني راه ناس متضررين، من المفروض في المسؤول يقلب على حل، يعني ناس راه عندهم بانين حياتهم على هادشي، ناس بانين رزقهم على هادشي، تخلي بنادم يوصل للصفر ولا يقرب للصفر وتا شي واحد ما يجاوب. يعني انا والحال تما راه عندنا تقريبا 250 خاليه مشات، يعني راه هذه كدا 20 مليون، شكون غيعطيك انت 200 كدا 20 مليون؟ شكون غيعطيك كدا 20 مليون؟ حنا 10 سنين، حنا 15 عام كنخدموا فيها، ماشي راه حنا عباس علينا، حنا يعني نحاله عاديين كنتقاتلوا مع الزمان، طيح للصفر وتا شي واحد ما يتجاوب معاك، راه كارثه هذه، كارثه، حتى شي واحد ما دار حتى شي رد فعل، راه غريب هادشي، لا اله الا الله. يعني 11 و4 يعني عاد عون السلطه كيعلم العساس اجي وجري وراها جايه الحمله، ماشي تا راه غنطلقوا السد، جايه الحمله، يعني حتى التوقعات ديالنا كتكون شويه مرخفه. بقينا كنجريو من 11 و4 حتى 43 دقيقه وحنا كنجريو باش ننقلوا، منعنا واحد البركه ولكن الباقي مشى، كلشي مشى. نحال حدايا انا ما هزت صندوق، خليته كيبكي، فيه سكر، فيه مصيبه، كحله طاح حدا 4 ايام وحنا في الغيس، 4 ايام حنا قبل ما كيضرب فينا متر ومتر وربع كنقلبوا على الصناديق الخاويين والارواح اللي ماتت ديال النحل، هادشي راه كيألم في القلب. دابا راه عندنا ملايين ديال الارواح ماتت ديال النحل، عيب عيب، الناس كيطلعوا بالناس، هاد الناس كيهبطوا بينا، حتى شي رد فعل، حتى واحد، لا ولا لا والي، لا عامل خرج، لا قايد، لا باشا، لا حتى شي واحد، حتى واحد مقد يخرج، لا هاد الناس ديال حوض السبو يجيو يشوفوا غير شنو وقع، يجيو غير مع جنب هاد الواد يشوف الناس شنو وقعوا، شنو كذا شي، لا يقول لك الحمد لله ملي ما طاحوش الديور وما مشاوش الناس، راه طحنا حنا اكثر من الناس، طحنا اكثر من الديور، هاد الحيوانات اللي هاد الحشره اللي عندنا عزيزه على قلبنا، راه شي لعبنا في الدماغ ديالنا، راه ذاك الارواح راه اكثر من، راه واحد كطيح له بقره راه كطيح له نحله اكثر من بقره كتبان لي انا.
انا عارف انا شنو الحيوان شنو كيتعذب كنلقاه فوق الفوسط ما جبدنا حنا صاط عندنا حنا فيديوهات وعندنا داكشي مصورين وموثقينه عندنا فيديوهات حنا فوسط الماء الماء ضارب فينا متر ونص وحنا مازال مغامرين فوسط الواد حتى شي واحد ما جا عطاني شي دعم حتى شي حاجه ما جات تشوفنا واش رحنا عايشين ولا ميتين حتى واحد حتى حاجه حتى حاجه بيان حقيقه عاطيح وحاول صور حنا اضطرينا لان السد زادت الحموله ديالو هي تزيد لك الحموله على منا حتى حاجه حتى حاجه بيان حقيقه عاطيح وحاول صور حنا اضطرينا لان السد زادت الحموله ديالو هي تزيد لك الحموله علمني اخويا بكري علمني اخويا بكري علمني مع الربعه علمني مع الخمسه علمني انت من الربعه وانت عندك شتا كطيح عندكم تقنيين مهندسين كيدرسوا الوضع كيدرسوا المشاكل يقول لك اخويا هذاك غادي من الربعه للسبعه غادي يعمرنا ولا من الربعه ل 12 غادي يعمرنا هذا الشيء هذا نديروا حلول استباقيه نعلموا السلطات يعلمونا سته السبعه د العشيه نجيو نهزوا المسائل ديالنا نهربوا اللي ممكن نهربوا الناس راه مشات لهم مكر مشات لهم كتيبه السيده حنا حاطين في وسط يعني فيرما فيها اشجار يعني مشى فيها زيتون فيها مشى فيها ليمون مشى فيها بزاف المشاكل يعني مشى حنا حاطين حنا في جنب الواد ولا راه حنا حاطين بعادين على الواد 10 متر ولا حنا حاطين حنا بعادين على الواد 150 متر حنا جداتنا الحمله ورحنا زعما راه حنا مساهمين في المشكل لا هادشي هذا راه ما كاينش حنا بعادين على الواد بواحد المسافه كبيره وصل لي داكشي راه الى مان هادشي راه تشوفوا هادشي في الواقع راه غريب راه حنا براسكم نتوما تال الجريده ديالكم يعني راه حنا عطيناكم الصور وعطيناكم راه كارثه 3 متر ديال العلو عندنا واحد البيت حدايا في 3 متر وفي بقات فيه 20 سنتيم 3 متر ديال العلو وجايه على 400 متر ولا 500 متر ديال الارض هادشي راه كارثي هادشي هذا راه بحال التسونامي اللي كنا كنسمعوا ما عرفت فين ولا فاش داك العام وقع مشكل في شفشا ونخرجوا الدوله كلها خرجت كتهضر واش هاد الناس هادو هنا ماشي مواطنين واش هاد الجهه هنا ديال فاس يعني ولا الناس ديال هاد حنا اللي محسوبين على مول يعقوب ولا على محسوبين على فاس هادشي راه غريب بقات سيدي حرازم يعني راه قريبه على فاس كاين سكر كاين ناس تما فلاحه كاين ناس عندهم درا كاين ناس عندهم كسيبه كاين عندهم ولاد صغار كاين عندهم تراكتورات عندهم بومبات البيار مشاو مول الفيرما اللي كنت معاها انا وقعوا كوارث حتى مشاو له بيار مشاو له بومبات مشاو له اشجار ديالو مشاو له كرياجات داكشي غريب 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 دابا عين المكان دابا كاين فيه كيلومتر تقريبا يعني كيلومتر يعني مربع على جنب ندير كيلومتر على كيلومتر كذا شي راه كارثه كارثه الماء وصل للشجره في 2 متر الشجره كتحيد المجدر ديالها الحيوانات ديالنا حنا ضاعت ولو رد فعل واحد غير واحد يجي يقول لك اخويا راه حنا كندرسوا لكم الاشكال ديالكم متضررين نقدروا ندير لكم حلول وحده اخرى بديله نعوضكم جزء من الخسائر ولا خسائر ولا نعوضكم في رزقكم ولا ما كاين حتى واحد سكات كلشي ساكت يعني حنا بحال اللي مواطنين من درجه ثانيه عيب عيب هادشي هذا عيب اقسم بالله لا عيب اثر هادشي هذا في قلبنا يعني فشلنا فشلنا يعني عرفت شنو فشلنا ما كليناش هذه 4 ايام ولا 5 ايام ما كنعسوش ما تقبلناش الوضع بهذه الطريقه هذه هكا يموت لنا نحل بطريقه يعني طبيعيه نقدروا نتقبلوها ولكن بهذه الطريقه هذه يكون فعل فاعل واحد ما درسش الدراسات ديالو مضبوطه عارف عنده سد شحال فيه الحموله عارف شحال كيستوعب عارف كميه الامطار اللي غتنزل عنده ارصاد جويه عنده كل شيء عنده تقنيين عنده مهندسين ويعلمني في 11 و4 ديال الليل 11 و4 ديال الليل ماشي اعلام هذا هذا ماشي اعلام هذا هذا استهتار بالاملاك ديال الناس وبالارواح ديال المواطنين وكل شيء انا عاون السلطه لقاني تما مع الربعه قل قسمين ولا قل تولوت فاش دات قبل منها 10 دقائق الحمله ما قاليش راه حنا طالقين سد ولا كيقول لي غير واش الماء طلع ولا مازال ما طلعش فهمتي وحنا بالطوموبيل ديالنا تما يعني كنغامروا براسنا يعني خرجت 10 دقائق العساس كيقول لي راه وقعت كارثه هنا موراك في الصباح كنجي الخلايا اللي بقاو لي تما انا والنحال اللي كان جنبي هو السي العطار كارثي داكشي كارثي ما لقينا ولو خليه وحده حيه ولو وحده يعني لقينا 20 صندوق ولا 25 صندوق خاويه مشاو المحل اللي كان فيها كاملين والباقي كلشي دار الواد